خير معرفة. طبيعة الحال شكرا للأستاذات كامل، شكرا للحضور، شكرا على هذه الدعوة. غنكون جد جد مختصرة. غنفرد ثلاثة الحالات اللي كان فيها تشخيص ديال التجارة بالبشر. الحالة الأولى هي كتعلق بالتمدرس، بمراهقة متمدرسة عندها خلل عقلي أو نقص عقلي بغينا نقولو، بطبيعة الحال متمدرسة في مؤسسة عمومية، وكانت دائما كتعرض يتنا ماماها الخليه وكتعرض للاستغلال الجنسي، يعني كتشدها واحد متمدرسه معاها في القسم كتديها لواحد كيستغلها جنسيا. فهذا الشيء طبيعه الحال كانوا اعراض طبيعه الحاجزيه والنفسيه اللي هي مهمه جدا، وعرضناها على طريقه اختصاصيه في الامراض النفسيه للاطفال. فهذه يعني كانت شويه تهزت يعني الطاقم ديال الخليه، انه اول مره كنت كتعرض لهذا الحاله بحاله. وطبيعه الحال كان بيان سور درنا السيناريو مع الاستاذه جاري. الحاله الثانيه هي مراهقه مستغله جنسيا من طرف الاخ، والام مخبيه عليها الى ان وصل يعني درجة الاستغلال الجنسي إلى حمل. فهنا كان طبيعة الحال الهاجس عندي هو الحمل، واش يستمر ولا لا يستمر. فكان عندي مشكل مع المستشفى اللي طبيعة الحال رفض أنه يدير لافورتمون البيتال، أنه كاين مسائل قانونية ومسائل شرعية دينية. الحالة الثالثة هي وليت كنشوف يعني في الخلية حالات كثيرة للاستغلال الجنسي للموظفات في إدارات الخصوصية من طرف الرئيس. فهذه حالات كثيرة وليت كتجي في الخلية كتعرض عليها، وهي طبيعة الحال تدخل في إطار تجارة البشر. إذا هذه بالنسبة للحالات اللي كنشوفوا في الخلية ديال المستشفى موليوس. نطرق المسألة اللي هي مهمة والأستاذة ملكة دائما كتطرق لها ودائما كنجاوبها، ولكن كنستغل اليوم بأنه كاين دكتور عليش اللي هو مدير الصحة العمومية في المديرية الجهوية للدار البيضاء، وغادي نعطيه بعض التوصيات على وعسى توصل للمديرية الجهوية والسيد المدير الجهوي بطبيعة الحال لوزارة الصحة. إذا بالنسبة للزواج القصير، مشكل الشهادة الطبية اللي كتعطل هذه القصيرة على أساس أنها عارضة أنها تزوج. فهاد الأطباء ماذا بينا ندير لهم تكوين طبي؟ كيفاش خداو الابتيتود من نظرهم؟ واش هي ابتيتود فيزيك سيكسويل ولا بسيكولوجي؟ ف التوصية ديالي هو يكون تكوين هاد الاطباء اللي كيعطيو هاد النوع ديال الشواهد الطبيه، باش يكون بطبيعه الحال تقنين لهاد الادلاء بهاد الشواهد الطبيه، اللي هي بطبيعه الحال كتعطي واحد المستقبل، كتولي ضحيه هذيك القصيره كتولي ضحيه الزواج، وبالتالي هي ضحيه المجتمع. بالنسبه للاهناء الاشتغال على الاسره كما قالت الاستاذه جاري، فانا هذه تقريبا 17 عام وانا كنادي من اي منبر تحطيت فيه، كنادي بانه اشتغل الاسره كيبان ملي غنشتغل مع الزوجه المستقبليه او الزوج المستقبلي، ملي غيجيو للمستشفى باش يطلبوا شهاده طبيه يكون هنا اشتغل على هذا الزوج. تحسيس شنو هو الزواج وشنو هما المسؤوليه اللي تابعه. فهنا وزارة الصحة عندها واحد الدور مهم. شنو هو؟ هو انه يعني تمكن هاد البنت او هاد الشاب والشابة من تحسيس، من معلومات طب على الصحة الجسدية وعلى الصحة النفسية وعلى الصحة الجنسية، عن طريق شكون؟ عن طريق اخصائيين نفسيين. مع الاسف وزارة الصحة عندها ندرة خطيرة في اخصائيين نفسيين. فانا كنطالب وزاره الصحه عن طريق المديريه الجهويه باش تولي تكون من بين الموارد البشريه اللي كتطلبها في المستشفيات هي اخصائيين نفسيين.
هنا كنضربوا عصفورين بحاجه، لانه علاش انه كنخدموا على يعني الشاب والشابه، ومن بعد غنخدموا على الاسره، من بعد غنخدموا على الطفل مباشره، لان هذوك الشاب والشابه غيزوجوا غيجيبوا اطفال، من هذوك الاطفال غادي نعرفوا كيفاش نربيوهم، حيت هذوك الجوج ديال الناس غنخدموا شي على الزواج شنو هو هما تاع من بعد ملي غتولد كيفاش غتربي هذاك الولد. ومن هنا من هاد الدار وهاد اللجنه هادي اللي غتخدم مع الشاب والشابه غتولي دير اليه التتبع كيف ما قالت الاستاذه هذيك، اليه التتبع تولي مثلا تقدر تعطيها لي رونديفو شاك سي موا، مثلا كل 6 شهور عندها رونديفو تجي تشوف هذيك الاخصائيه النفسيه، يكون رونديفو اوبليغاتوار. هنا كاين مسائل نقدروا نديروها وكنحلوا بها بزاف المشاكل. دونك لي رونديفو ديال التتبع، واش ولدتي مازال ما ولدتيش، حامله شنو خصنا نديرو، كاين مشاكل الزواج. انا كتعرفوا في الزواج في السنوات الاولى كتكون حياه زوينه وسعيده، ولكن من بعد 3 سنين هادشي معروف، من بعد 3 سنين كيولي الزواج فيه كله مشاكل، لانه هذاك الشاب كيولي يشوف العيوب ديال الشابه، والشاب والزوجه كتولي تشوف العيوب ديال الزوج، وهذا الا ما كانش تدخل ديال العائلتين قبل 3 سنين. فهنا هذا هو الآلية التتبع ديال الاسره، ومن بعد الآلية التتبع ديال تربيه الاطفال، وكنشوفوا طبيعه الحال الامكانيات الماديه ديالها، الامكانيات الفكريه، واش يمكن نعاونهم بمعلومات حول الصحه النفسيه، معلومات حول كيفاش غير المعاملات، كيفاش التعامل، ماشي هو لابد الصحه النفسيه، والتعامل كيفاش تقدري تتعاملي مع الزوج ومع عائله الزوج والعكس صحيح. كنت جد سعيده بحضور التعاون الوطني، لان كان عندي واحد النقص، كان عندي واحد الحلقه مفقوده عندي في اللجنه التوثيقيه اللي هي التعاون الوطني، فجيت مسروره بحضور الاستاذ، وعلى انه كان من بين الشركاء ديالنا. فتبارك الله عليكم، يعني كان انجاز كبير واعمال كبيره. انا خدمت مع وزاره التضامن في 2006 و2007 ملي كانت الاستاذه بادو، ف يعني شفنا انه كاين تطورات وتحركات في صالح الاسره، في صالح المراه والطفل. فهذا الشيء اللي كان باقي حاجه وحده لوزاره الصحه، حيت وزاره الصحه دونك خاصني نعطي المقترحات، هو تكوينات بالنسبه لهذا الموضوع ديال التجاره البشر. انا كطبيبه شرعيه ما تيسهلش عليا دائما انني ندير تشخيص الحالات، الوغ كو انا طبيبه شرعيه، يعني مفروض عليا نخدم الحاله، ولكن بعض المرات كيكون صعوبه في التشخيص. فما بالك اطباء الاطفال، اطباء النساء والتوليد، اطباء المستعجلات، اطباء الشغل، فهادو الناس او الممرضين اللي تيستقبلوا الحالات العنف في مستعجلات المستشفيات، فهاد الناس اكيد انهم ما عندهمش معلومات. فكان نادي وزاره الصحه انه دير تكوينات مستمره لهاد الناس، لهاد الاطر اللي هما اكيد كيشوفوا هاد الحالات، واخا هي مره في السيمانه غادي تشوف هاد الحال. فهذه من بين التوصيات ديال وزاره الصحه، وشكرا. شكرا دكتورة حمدونة. طبعا اش غنقول هنا كتحرق ديال الواحد كيفاش باغي يخدم، وهذا راه كتبان. انا استاذة بغيت نقول بالنسبة للزواج تزويج قاصر، انا مكنبغيش نسميها زواج قاصر، وانا ديك الشهادة الطبية اللي كنت قلتو بان خصهم يديرو لهم خاصة، لا حس مرق نهار نعطيكم كيفيبا حنا باغيين تمريض عرفتي. كنت نسد على ان ديك الشهاده الطبيه اللي قلتي خاصنا هذا الاطباء يديروا تكوينات، انا نسد انا بعدا كنادي من هنا على ان يمنع منعا باتا تزويج القاصر، اقل من 18 سنه ما خاصوش يكون كاع حتى ذاك الاستثناء، حنا ما بغيناش يبقى، ما ماشي غنقول استثناء يا سي سمحوا قاعده، حنا ما بغيناش يبقى الاستثناء كاع نهائيا، لان حنا راه كنتعاملوا مع اطفال، اطفال هذوك من بلاصتهم ديالي يلعبوا يمشيو للقراويه، ما خاصش هاد الوليدات معين باتا. ولكن إلا دعت الدورة وكان شي استثناء للحالة القصوى على أن الشهادة الطبية ما تقبلش إلا اللي كانت من طبيب شرعي، ما حنا بغيناش هذوك الأطباء ديال شغنقولو ديال الدروبة بالمصطلح العامي ديالنا، هو أنهم تيديرو ديك الشهادة الطبية تعطيهم يدان تيديرو الشهادة الطبية هادي، حنا ما نتمناو معنا الأستاذة نتمناو على أنهم يترفضوا رفضا باتا،
تكون من عند طبيب شرعي. قصد انا غير هذا غير اقتراح تنقول انا ما تنقولش هو الزام. علاش؟ لان طبيب شهاده الطبيب الشرعي حنا كنعرفوا تيكون شويه دقيق اثناء ملي كتي غادي يجي هذيك الشهاده الطبيه وهذا. دونك الطبيب الشرعي غادي يمشي معنا بعيد اكثر. هذاك الميدسان اللي كيكون ديال الاحياء وهذا انا ما كان شكرا صدر ما كان دم تضحك، ولكن بالكثره اللي كتكون عندهم قله فهمتي الماتيريال ولا هذا باش يقول لك هذا راني ابط باش تكون باش تمشي تكون هذا انا نزوجو ولا تكون زعما شغنقول لك ابط الوطء، بان خاص شي طبيب يكون يعني في الدومين فهمتي. انا ما نكرش على انه يعهد بها الى الاطباء الشرعيين. بالنسبه للاستاذه بالنسبه للاشتغال على الاخصائي سميتو على الاسره عن طريق الاخصائيين النفسيين صدى فعلا راه نورمالمون كما قالت الاستاذه شكورا قبيله هو ان كثرات حالات الطلاق راه خصنا نلقاو لها شي حل. راه كما قلتي اما ندير واحد المكاتب يعهديها بان نديرو واحد الفحص استباقي قبل الزواج نشوفو هاد الناس واش هما عاد فرحانين غيلبسو حوايج جداد وغيديرو خواتم وهذا وغيتصوروا، ولا هاد الناس فعلا عندهم هذيك القابليه على انهم يمشيو بعيد، بان العيب ديال خصنا نفهموهم شنو العيب ديال تكون الاسره. راه عيب كبير اللي ما فهموا الا ما فهمنا حنا تكبرنا في الحقيقه ما كرهتش. وانا من هنا كنوجه الشكر للسيد بوكي العام الحالي اللي معنا دار معنا واحد القضيه، ان ملي كتكون قاصره ومثلا وقع على واحد الاختصاص وكتكون قربت لذاك السن ديال الزواج، اما اللي قبل كان نعطيهم هذاك الاجل ما تكون 17 ونص هذا تنعطيهم ذاك الاجل حتى كيديروا ذاك العقد. ملي كنديروا العقد حنا كتعرفوا حنا لا هذا في الاختصاص ديال القاصره، ولكن ملي كتكون هي كتصرح بان السيد راه غادي يتزوج به هو تيقول لك انا غادي نتزوج بها، كيكون العائله متفقين كنديروا لهم الزواج. اشنو عطانا التعليمات كنديروا؟ انا كل 3 موا كيديروا لهم الشرطه البحث واش هذا السيتاوي كل شو هذه زعما كنديروا بدائره معايا الاساس اللي تيديروا التقديم الاستاذات كيبقاو كل 3 موا تيعطيهم الشرطه باش تبحث واش هاد الناس مستقل ولا لا، واش هو هي تزوج بها دار معاه العقد الوسط. وقعنا في حالات على ان كيتزوج بها هذوما بدا تيحط هذيك ديال الطلاق. المهم هذيك الحالات حنا كيبقاو الشرطه هما اللي كيستدعوا ما كنتسناوش هي تجي تشكي، اما اللي كتشكي انا بارلون بار كنحاول الملف كامل وكنبداو من جديد على بحال ما كاين لا زواج لا والو. مي كل 3 موا على مده سنه، علاش؟ لان كنعرفوا بعد سنه كيستقروا الناس كتفهم بعضياتها الناس كتعرفوا هذا، يعني حنا راه نسبيا حنا مشينا حنا ما نكرهوش على ان تكون واحد المؤسسه. شوفوا شكون يديروا التعاون الوطني بالصحه ويتجمعوا فيه كاملين، تكون هذه المؤسسات استباقيه ان الناس اللي غادي يتزوجوا يتحالوا عليها، ولا تكون عند محكمه الاسره ولا نشوف فين غادي نحطوها، لان خاص الناس نوصلوا لهم فكره على ان الزواج راه ماشي هو عقد الفرق وهذا، هذاك الزواج راه واحد المسؤوليه كبيره اللي على عاتقنا باش نتفاداو عاد الارقام المهوله ديال الطلاق. وهذه الارقام ديال الطلاق راه كما قلنا راه ماشي راجل ومراه راه اسره، راه بصفتهم اللي كيكونوا الوليدات هما اللي تيعطيونا هذيك الاطفال الشوارع تيعطيونا. حنا ما نكرهوش تكون هاد القضيه اللي اسميتو استاذه. واحد القضيه ما طرقتيش لها وغادي نقولها هو ان بالنسبه لهذا الديمومه ديالكم ديال الاطباء الشرعيين استاذه راه نحطكم معنا على كنحتاجوها استاذ بزاف. عندو الشهاده حنا شوفو دخلونا حنا نعودو اطباء كتبقى واحد المشكله بحال دابا كيكون عندنا اختصاص ولا شي حاجه مثلا نهار الجمعه نتوما وكذا كتحبسوها اميديا استاذه حنا اطباء الشرعيين ديال الدور شفنا اميديا كنحبسوها الشرطه معنا راه هما ياكدوا لينا هاد الوقت. بعض المرات كتنضاصر لينا واحد الحالات، بعض المرات كنبغيو ناخذوا ديك التليفون هذا باش نعرفوا بان هذا الوضع كان من هذا ماشي من هذا، راه من الجمعه والسبت والحد والاثنين بغينا تحلوا لنا هذه المشكله ديال الديمومه. حنا القضاة كنديروا الديمومه، راه البوليس كيدير الديمومه، راه كلشي كيدير، راه حنا ملي كتشوفنا راه كتجيب لنا الديمومه وكنجيو نخدموا السبت والحد. شي هاد لي كاطخ جور ديال العيد الكبير راه جور القضاة جوغاتو ودوزوا الناس في التقديم وهذا، لان بعض المرات كتنضاصر لنا الاثار، ملي كيجي كل تيدير لنا هذيك الشهاده الطبيه ديال ان هذا
قسمتي تقريبي وانتم كتحسوا بان بعض المرات راه كتبقى النشاط الطبي هي اللي كتبت وحيد قدامنا بان هاد السيده راه تكرفس عليها هاد السيده ربما كتكون شي مسائل خصنا ناخذوها سوق بلاص ماشي حتى تمشي 3 ايام ولا 4 ايام ما كرهناش استاذ والله ما كرهنا وراه ديما كنادي بها فعلا خصاص كاين ولكن انا ما فهمتش ما كتعوزون هاد القضيه ديال الاطباء الشرعيين استاذ الا تفضلتوا من الصومال باقي عندكم شي كلمه يمكن وزارة الصحة من الوزارة سيدة كذلك من أبي أستاذ يمكن اشتغل بهذا المشروع يمكن لأخذنا السنوات على مدى وصل من الجهة الضربة الأسطات من السنة الثانية راه كان واحد تحسن وصل استخدم أن وزارة الصحة كتحاول توظف الأعداد ديال الناس ناخذوا غير بعد الاعتبار وأن تقريبا جميع المؤسسات الاستشفائية من الجهة الضربة الأسطات ولات فيها كل مؤسسة ولات فيها واحد عندها نجاة للتكفل بالنساء والأطفال هالهم يتقرب أن أغلى واحد ساعة غير واحد لعام في عطرة كان مقصد أن نفرد عند المعلوج ويمكن يعني تقريبا كل سنة حاولنا هذا كله باش كيرجع أولا العنصر البشري ولا عندنا تقريبا واحد عدد ديال المساعدة الاجتماعية وكذلك بقى عندنا النقص الحاصل الكبير اللي هو فقط البعض الشرعيين المسألة كتعرفين كان جاوا سوق ألف الموارد كامل 24 25 واحد مستوى المغرب كامل على مستوى جهة الدار البيضاء أسطات في 23 21 مؤسسة استشفائية عندنا تقريبا يلا في مولاي مستشفى الرياضة وعندنا في أسطات وعندنا في جديدة يعني مازال تكوين الأطباء الأخصائيين في الطب الشرعي راه غادي يخدم لأنه ولاو عندنا الكليات ديال وجدة والكليات ديال طنجة ود مراكش والدار البيضاء والرباط هناك تكوين القادم يكون احسن باش يكون مستمر عندنا على الاقل كل مستشفى جهوي ولا مستشفى اقليمي بساعه سريه كبيره اللي كيستقبل عدد كبير ديال النساء يكونوا في ديك الساعه على الاقل جوج ولا ثلاثه ديال الاطباء الشرعيين باش كتكون المداومه انتم كتعرفوا ان المداومه كتطلب قواعد قانونيه قواعد قانونيه بالعدد المداومه راه كاينه عندنا في القطاع بالنسبه للبنوروش اللي كتقول البنوروش راه هي مؤسسه ذات معنوية خاصة عندها أطباء اللي في طور التدريب في طور التخصص ولكن اللي كنعرفوا أن أي واحد جا من أي وحدة جات عندنا راه كيستقبل الطبيب في قسم المستعجلات راه يمكن أول حاجة كيدير لها واحد الوثيقة اللي هي شبيهة بالسيرتيفيكا ديال الجميع على جميع النقط كيديرها هنا أنتم كتنظروا من نظرة ديال أن خصني الشهادة الطبية ولكن بالنسبة للطبيب في المستعجلات ديال مكاش طب شرعي راه كيشوف الطبيب المستعجل كل ما يخص بالحياة هي أن الطب اللي عنده واش خطير ولا شي حاجة اللي كنديرو تكفل بالضحية قبل إذا حنا ماشي شي مغلشية واحدة لأن الشهادة لا نشوفو من جهة كيفاش الاستقبال السيدة جات وعاد كيفاش عطينا الشهادة حنا دائما كيبقى أنتم عرفتوا بأن وزارة الصحة حاولت أن هناك مجاني في الشهادة الطبية والتكوين ما نساوش عطينا راه التكوين ديال دوك المساعدات الاجتماعيات من طرف وزارة الصحة وكذلك من طرف بعض الجمعيات من خلال هذه السنة يمكن كان عندنا في الدار البيضاء عليه واحد راه التكوين في الخمسة وكنا درنا كذلك التكوين في الأطباء المستعجلات حتى هما كما الدكتور أحمد الأخرين هذا كله في برنامج كيكون مسطر على أساس أنه دائما كنسعى للرفع من الوعي والتحسيس لدى العاملين بالقطاع الصحي حقيقة ما كيفاش كنوصلوا كامل دقة واحدة لأن كنعرفوا أن مستشفى في مستعجل اللي كيكون عندنا ست أطباء ولا خمسة ولا ثمانية غادي نكون واحد جوج ولكن باستمرار يمكن أن نكونوا كاملين هذه كتبقى كمنظور لما جيتكم إن شاء الله باش نعرفوا أنا أول مرة كنحضر هاد اللقاءات أن يكون عندنا لقاء اللي هو اللي كنحسبوا فيه مثلا حصيلات السنة حصيلات السنة كل ما عندها إيجابيات واللي كان عندنا ناقص ماشي نقولوا سلبيات ولكن ناقص ما وصلناش جاب الدكتور حمدونا وكتعرف ان الاخصائيين الاجتماعيين
ماشي اخصائيين، كاين اخصائيين نفسانيين، وهما اللي في القطاع الصحي اللي ما عندناش في القطاع الصحي اصلا. راه يمكن المتكون كلهم متكون من القطاع الخاص، ما كاينش القطاع العام اللي كيكون بسيكيار. يعني عندنا التكوين ديال اخصائيين نفسيين، اخصائيين نفسانيين، اطباء، والاطباء بشكل ضرب حتى هما راه بنو دراعتنا. يعني اللي كتجي شي واحد المستعجلات ولا عنده بسرعه راه كنحيلوه عن طريق الاخصائي النفسي دائما. اطار الاستقبال والمواكبه والتوجيه، راه الوحدات اللي كاينين بالمراكز، الوحدات المندمجه للتكفل بالنساء والاطفال، راه كدير الخدمه ديالها على اكمل وجه. حقيقه كيبقى التتبع من بعد اللي عرفوا اللي هو كنشكروا وزاره الاسره والتضامن والشخص ديالها السي بدون جهه الدفاع الوطني، على ديال هذه ديال المساله اللي جات ديال الاستقبال الاستعجالي ديال بعض النساء اللي كيجيو. اللي بغيت نصبروا بعض المرات ما نحبش تصبر من الاستقبال، ان جميع النساء الضحايا اللي كيجيو كلهم ما عندها لا اختها لا باها لا ما. حنا باش نراو في الدار الاسره كتبقى هي هذه، كاين الاتا هما كيكونوا كيشدوا كيربطوا بين هاد الامور. الجهه الاخرى ديال من نقطه اخرى اللي كنهضروا على ان اي واحد باغي يتزوج شي وحده خصو دائما واحد التكوين ولا واحد. حنا اول حاجه كتبدا قبل الزواج كاين الخطوبه. راه يمكن فتره هاد الخطوبه اللي كانت تقريبا كان الى رجعنا واحد 20 سنه، راه كانت فتره ديال سنه ولا سنتين كافيه باش كتحاول على الاقل كتحط هذاك الولد ولا ديك البنت اللي كنسموها العذاب، كتحطو على امام الواقع اللي كيشوف الحياه قدامه، كيشوف نساءو، كيشوف عاد كيولي كيشوف دارهم، ولاد اختو، بنات اختو، كيشوف كيفاش الاسره. كاين هناك ذاك الرابط اللي كيبدا به كتكوين باش نكونوا حنا نورمال. ما كانتش تكون دورات تدريبيه اللي كديرها عدد من المؤسسات اللي كنهضروا اللي غيمكن تشبط اللي هي التعاون الوطني ولكن الاسره والتضامن. وكذلك بغينا الناس المحيطين ديال المجلس العلمي ولا الاوقاف تكون عندنا واحد الدورات تكوينيه، كيفيه التهذيب، كيفيه معامله الشخص الرجل او المراه للرجل. على الاقل تكون عندنا مثلا كنسميو هذا سيتي نو طونت ودير بعض اللقاءات اللي يمكن نحصلوا ويستافدوا منا كيفاش. مرات دوز تقريبا واحد 12 سنه في المستعجلات وكان شي جوج عندنا رمضان ما كيدوش على الزواج. شهر الزواج حقاش ما كتجي غالبيه الناس اللي كيجيو عندي راجل ومراه ملي كنسول مثلا نقطه كنسول في الطبيعه تنقول لهم واش فاهم اي واحد كيجي بزاف زوج تيقول لي فاهم ويلا غيتزوج ما كنفاهم. كنقول لهم كتكذبوا هنا ما يمكنش انا نتزوج وانا نكون فاهم. تفاهم كيجي من بعد واحد السنه. اذا خصنا الدورات التدريبيه اللي غادي تجي عن طريق المؤسسات وكنجيبوا اي كاع الشباب اللي يبغى انه مقبل على الزواج يحضر لواحد الدوره. ديال الدورات كتكون انا كنسمى الدورات كلها كتكون من الاخصائي الاسره. دابا كنشوفوا شي ديال التنميه البشريه اللي كيحاول يحفزوا بها الناس باش يستافدوا كيفيه الحياه وكيفيه العمل. يمكن ما واتنا حنا يمكن واحد شويه الصبر والتعلم من حماتها ومن اختها اللي باقي هذا الرابط كنتعلموا فيه. التعلم شويه كينقص شويه اننا كنعلم شي حاجه نقص منها. بكري يمكن الجاره هو اللي كان كيربي معايا الولد، الجيران كانوا كيربيو الولد. ديالي مده ما شفتو واحد 25 سنه راه كان في دارنا مع دارو كندخل على دارو بحال داخل دارنا راه ملي كتكون شمو راه هو اللي كينشأ به. هاد الحوايج تفتقدت دابا. المراه ما يمكنش تخلي ولدها عند جارتها تخاف من الضربو. اذا رجعنا بعض الروابط اللي هي روابط اسريه ولا روابط غالبا كتكون عندنا ملي كنقول البرنامج كي قال الدكتور احمد ولا مطلب منك ولا كتوصيه على ان التكوين ديال الاطباء مرحبا بكم دائما تكمل عندنا التكوين غير ما تكون في هادشي تجاه البشر. حبات تقريبا يولوا عندنا بعض الحوايجات اللي نعرفوهم وبعض النقاط اللي تخرج ك ك ك كمواثيق ولا كبعض بعض الكتيبات اللي تعطي اللي نخليو الناس فرصه اللي كانوا في الواجهه اللي كانوا دائما الواجهه هما الاطباء المستعجلات. ويمكن تقريبا جميع اللي كيتحاد المستعجلات من ضحايا ولا من الامور اللي كتبين بانها غريبه راه كتحال على الطب الشرعي ولا على المساعده الاجتماعيه. هنا عندنا اي حاله كاين مره كتجي بغض النظر عن الوعنه ولكن اي واحد اي مره طلبات شي مطلب ولا شي مساعده راه كتجي عند الاخصائي الاجتماعي في المندوبيه. عندنا المندوبيه الصحه دايره تقريبا كاين الوحدات المندمجه وعندنا اخصائيه في كل مندوبيه كتستمع الناس اللي كيجيو خصوصا كنقول الناس راه غالبيتهم نساء واطفال اللي كيبغيو يستافدوا كذلك لا من بعض الامور اللي هي طبيه ولكن بعض الامور اللي كتكون داخله في الاعاقه.
من النظارات من هادشي ديال الالات ديال السمع ولا من الكراسي. هذه كلها كيفتح على ان اين فوق كيجيو عندنا مره كيجيو عندنا الناس راه كيلقاو بعضنا بعض الاخصائيات ولا بعض المساعدات الاجتماعيات في الاستقبال ديالهم. العدد تقريبا بين النساء اللي كانت تحالوا عندنا راه يمكن في 6000 في 2022 6000 مره داخل الدار البيضاء داخل الجهه الدار البيضاء اصلا يعني 6000 مره كانت جات معلمه اللي كنقولوا لها ما فيها الجنسيه ولا النفسيه ولا اخرين غير كتبقى في الترتيبات على المآلات ديالهم بالتنسيق مع المنظمه العامه ومع كثير من المتدخلين باش كنا كنحضروا بها على الاقل لكل الناس كتقولوا لنا بان راه افاق اللي صعيب عندنا هو ديال الطلاق اللي كيتجاوز 80000 حالة طلاق في السنة إلا خدينا مع عدد الزواج اللي كيكون يمكن باش حنا كنشوفوا الصورة قاتمة بالنسبة للشباب ديالنا كيجي عندنا خوف الشباب اللي كيكون عندنا مطلوب الله بخير. سلام عليكم. شكرا أستاذ. كما قلت لكم قبيله هذا لقاء تواصل مع بعضياتنا، حنا ما كنحطو اللوم على حتى شي حد، حنا كنسعاو للكمال. يعني حنا من جهتنا حنا ما نكرهوش اذا عندكم شي حوايج باغي توجهوها للنيابه العامه ولا هذا، حنا موجودين يعني باش نصلحوا هذا نصلحوا هذا الشيء اللي فينا باش نزيدوا القدام. حنا مثلا متحد حنا غير كنتمنوا على الله نمشيو شويه القدام. هي فعلا حنا كنتمنوا داك الشيء ديال وزاره الصحه وما كنكروش، وحنا دائما على تواصل معاهم سيرتو مع دوك الوحدات اللي قلتو داخل المستشفيات دائما تيعلمونا بالحالات ديال سيرتو هذا الهاتف العرض ولا الاغتصابات ديال الاطفال دائما ولا العنف ضد الاطفال دائما كيعلمونا دائما كيجونا باغ فاكس. يعني ما كنتسناوش تجينا بهذا هذا على الحاجه الوحيده اللي كان مكراش دابا هو انه بداو يعلمونا حتى بالعنف ضد النساء. فهمتي كان جات مراه جات عند المعنفه يصيفطوا لنا حنا نبعثوا حيت بعض المرات كتكون المراه ما كتعرفش ولا كتمشي من لوبيدال كتمشي في حالتها يقدوا مثلا كما قلتي كيدخلوا العائله وهذا على الاقل عنيه بتكون على علم باش مره اخرى حيت حنا كنعرفوا هذا العنف بعض المرات كيتكرر على الاقل يكون عندنا واحد الالمام بالموضوع بان هذه السيده انها كانت معنفه وبعض المرات كيكونوا شي شواهد كبيره وكيكون شي ضرب خايب كيف على ان حتى لا كانت حاله ديال العود ولا هذا وجات بغات تسمح حنا ما كنحاولوا فهمتي يعني ما ديكسي تنجبو قدامنا وتنبهو بان ديكسي دابا راسو شي تفرس عليها وهذا ماشي بحال الصح اللي كيتم في الدور لان ماشي بحال الصح اللي كيتم امام سيبوكي الملك ولا امام سيبوكي العام كتكون عنده داك القوة ديالو. هادشي ما كانش على ان نحلوا هذا الباب معاكم على ان تبداو تخبرونا بالعنف ديال اللي موجه ضد النساء. وشكرا سدى شكرا عندها هكي وصلت تفضل. أولا شكرا هيئة الدفاع بمدينة سلطان البيضاء شخص السيد النقيب وأعضاء مجلس الهيئة على المجهودات اللي كيقدموها لجميع المحاكم والخلية بطبيعة الحال في إطار تقديم المساعدة القضائية وعلى التواصل بصفة استعجالية راه تيحضر محامي لهيئة الدفاع تيوقع المعلومات موجودة وهذا فالشكر جزيل لهيئة الدفاع بمدينة سلطان البيضاء. نرجع للشوية الطبية ونرجع للتبليغ لا سمحتي لي نشوف بعد اول مره صحتها سلموا على تزويج طفله ما بلغاتش 18 سنه بالتعريف ديال اتفاقيه حقوق الطفل اقل من 18 سنه راها طفله. كتجيني شواهد طبيه كيف قالت دابا هي الاستاذه مثلا مختصه حامي تعرضت لعنف مثلا من طرف لاله اللي باغي يتزوج بها من طرف الاب من طرف لاله هذه المسائل كنكتشفوها اثناء الجلسه ان هذه كاينه جلسه ديال الزواج القاصر حضوريه بحضور النيابه العامه طبيعي الحال كنحضروا كنديروا ذاك البحث ديالنا تنلقاو وانا عندي قدامي شهاده طبيه اكت بوغ سو ماري اش من اكت فين هي لاستيتيود اكثر من هذا غادي نقول لك وقع حمل سيده حامل وهي قاصر وفي ذاك الوقت تخبع هذاك الحمل وكانت قاصر في الوقت ديال الحمل وبعد الولاده جات كتسلم هذاك الطفل للتكفلي به ولم يتم الانتباه لها بالمساله ولكن وقت اللي جينا الملف ديال الكفاله الملف ديال الاهمال كندرسو فكنلقاو هذاك الطفل ولد حين كانت هذه الطفله قاصره وتعطات شهاده طبيه وطبيعه الحال على صعيد الجهه وبفضل هذا البحث اللي قمنا دراسه الوثائق وحثنا شفنا التاريخ نسيت من الوقت اللي كنت حامل كنت قاصره
كيفاش عملتي عقد الزواج بهذا السيد؟ ما قلتيش القدر كيقصر. سكتات بطبيعة الحال، تسعلو التقرير، توجه الوكيل المالي المختص، بطبيعة الحال تخلط الإجراءات اللازمة، المسائل ما تسمحو شي فيها، لأنها كنقول في أيام دراسية اللي دارت على صعيد المملكة المغربية، رئاسة النيابة العامة بطبيعة الحال مع 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 الأجهزة اللي معها، لا وزارة الصحة ولا وزارة الأسرة والتضامن ولا التعاون الوطني، تقمص واحد المجموعة كبيرة، يجبو التصرف ديال هاد الظاهرة. لأننا ما تنشكوش في الأطباء ديالنا ولا في الحسن الجمعوي ولا في هذا، ولكن راه هناك حالات ما نبقاوش نتسالوا. أحيانا عطيت شهادة طبية ما شفتش كاع، أنا جاتني شهادة طبية عبت سميتو 100 بوا و 70 كيلو، وأنا قدامي وحدة معدومة واقفين غير 40 كيلو ما فيهاش. قلت لها مشيتي عند الطبيب؟ قالت لي مشيت. شافك الطبيب؟ دازت وحدة أخرى مشات هي، الوثائق ديالها هي، لا فوطو ديالها، صورها، كل شيء، صور 70 كيلو، والذي نفس اليدي، فيها من 40 كيلو، لا شوية تبدي لا يجب التأمل مع رحمة، هذه مسائل هذه مسائل تقنية أنا ما كنعرفهاش، كيعطيها لي الطبيب، إذا هذه مسائل مهمة جدا، هذه الشهادة من طرف ناس حنا عندنا فيهم ثقة كاملة، أنا راه مثلا مرة ما عندي ثقة في حد. كنمشي على الطبيب هذا كل انا ولي هذا الشخص اللي عندي فيه ثقه، هذه راه ما كاينش اسمع حقوق الدنيا غير الحق في حياتي، يعني راه غادي نمشي عنده، هذاك غادي يحيي ولا غادي يقسم لي، هذاك قسم لي الطبيب اللي غادي يقول لي نسي اص استثنى واحد الزوج ولا غادي يستفسر عليا ولا غادي يبقى لا. اذا لا يجب التعامل مع هذه الظاهره بكل سهوله، يجب على الاقل يكون نشر. راه هذا غادي نجي للنقطه الثانيه، كل اللي باقيين يجب نشروا، هذا دور الاعلام، أرجوكم يجب نشر هذه الوقائع، ويجب نشر ما يتم القيام به، وهذه المجهودات المبذولة من طرف الخلايا ومن طرف الأجهزة كلها، هذه المعلومات يجب أن تصل إلى المجتمع، خص الناس يعرفوا، ما يخرج من الأم اللي كتخرج ولدها تسول به الشرك، تعرف أنها غادي تتعرض للعقوبة، تعرف راها موراها عقوبة وراها غادي تتعاقب وراها هذاك الإبن غادي يتخذ وغادي يمشي لواحد المركز وغادي يمشي. وبالتالي هاد السيده اللي كتعنف وتعنف اليوم وتعنف الى الشهر الاخر والشهر الاخر، تعرف ان هناك كاينه جمعيات خاصها تمشي لها وكاينه مراكز واللي غادي تمشي تسالها واللي غادي تشغلها واللي في واحد الظرف وجيز غادا تصفر ديبلوم وغادي. راه المشكل هو الاستقلال المالي، اي حدا عندها استقلال المالي ما عندهاش مشكل، ما عندهاش استقلال مالي راه عندها مشاكل وغنعيشوا مشاكل في المجتمع. شكرا استاذه فعلا لان هذا الجماعات المغلقه داخل القاعه خاصها تخرج على برا، خاص الشارع يعرفها، خاص الشارع يعرف بان ما له وما عليه، خاصنا نعرفوا ونوصلوا على برا الالتزامات والحقوق داكشي اللي عندنا تجاه بعضياتنا. إفكتيفمون هذا دور ديال الإعلام، حنا تواصلنا معاهم، كانوا شي ناس معنا هنا وكانوا مشاو، هذا نورمالمون خصنا الإعلام الرسمي اللي عندنا من التلفازات والصحف وهذا خاص يوصل لهم فعلا بأن كما قالت الأستاذة العنف مرفوض، الزواج القاصر مرفوض، يعني خاص وخاص حتى الناس تعرف هذا الشيء اللي قالوا لنا الناس دابا ديال التعاون الوطني، بأن كاين ناس كتعنى بالأسرة، كاين ناس كتعنى بالأطفال، كاين اللي ما وصلهاش المعلومة، إلا كانت حنا يلاه أبان باش وصلاتنا، راه خاص هادشي خصو يتنشر أستاذ، راه خصو يتنشر وخاصنا التحسيس، خاص الناس يعرفوا بأن هاد الحوايج راهم فينين، وبأن راه حنا كنخدموا عليهم، وبأن راه كاينين ناس اللي في دار هادوك الضحايا، راه خاص كيما قلتي هادشي خاصو يوصل سواء عبر المنابر ديال الإعلام، سواء عبر الخطب ديال الجمعة والخاتمة. مشى الأستاذ ديال اعتذر واحد المكالمة بالوزارة كيعتذر معنا عن سلوري على الفكرة، ولكن ماشي مشكلة انتم وصلوا هذه ماشي مشكلة، الخطب الحمد لله هادشي اللي كديروا دابا كتقولوا حنا كنوصلوا الحمد لله، ايوا خصو يعم جميع المساجد وكنتكلموا الحمد لله. شي مشكلات في المؤطرات، انا كانت الفتيات اللي كنمشيو عند المساجد ونتناسوا معاهم، كاين
زعما شنو عندهم قالوا كيف عندهم يا ناس يجيبوا بناتهم باش يعرفوا على الاقل الا كانت عندنا الباس وعرفات ما كنكونوا ربحنا واحد الوقت كبير. متفقة معك أستاذ، حتى كنقول لهم معاملين غيقول الإمام غيدير خطبة على هادشي يعني راه كلمة التي غادي تستقبل النساء من الرجال حتى هما في الخطبة راه حنا كنعرفوا بأن الرجال كيتقال الجامع حنا كنطبقوا 80% تقريبا فهمتيني، حتى الرجال ملي كيكون في خطبة الجمعة وكيسمع بأن هذيك المرأة راه مخصهاش تعنف هذيك البنت راه مخصهاش تزوج راه عار عليه زوج بنته صغيرة راه هادي وبابا يعني سقطوا في المناطق النائية مازال في المدن الكبرى رحنا نسبيا راه الوعي وصل بواحد النسبه ولا شي كينبه شي كيما قلتو استاذ قبيله راه حتى في الحومه كنعرفوا شي جوج ماشي كيما كبرنا راه حنا كبرونا والدينا وجيراننا. انا لما كانت شي الوالده ديالي راه كنت كنقول عن جارتنا اللي كتبقى فهمتي محافظه عليا حتى كتجي الوالده ديالي حتى كان الكبير ديال الحي كان كيربينا كاملين ما كنبداش كنقدو نديرو شي حصه.